شهد عام 2016 العديد من الأخبار المنوعة، منها الغريبة والطريفة، ومنها ما كان لها أثر في التطور التكنولوجي والعلمي وفي مجال الروبوت. والبداية من روسيا، حيث نفذ الطفل فالنتين دمشنيكو تجربة تزلج على الجليد غير اعتيادية باستخدام طائرة من دون طيار، وقام بتوثيق هذه التجربة المميزة وتصويرها. الفيديو الذي يظهر الطفل الروسي لاقى رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يظهر الطفل وهو يتمسك بحبل مشدود إلى الطائرة التي كانت تسحبه ليتمكن من التزلج على الجليد. تعرفنا في عام 2016 على أقوى امرأة في روسيا البالغة من العمر 33 عاماً، حيث قامت هذه المرأة بسحب مروحية وزنها 8.6 طن في إطار عريض للطيران. وفي عام 2016 شهد مضمار رقص السامبا في ريو دي جانيرو أكبر عرض لمدارس السامبا في أكبر كرنفال في العالم. عبر الفنان الفلسطيني أحمد ياسين عن نضاله عبر ابتكار وسائل غريبة في تطوير موهبته الفنية، فقد استعان بنبات الصبار في منزل العائلة لإقامة معرض حي من خلال الرسم على أوراقها. المكسيك عام 2016 انطلقت فعاليات المهرجان الدولي الخامس عشر للمناطيد في مدينة ليون وسط البلاد بمشاركة 22 دولة، مما أضفى هذا المهرجان جمالية رائعة في سماء المكسيك. وإلى آخر ما توصل إليه عالم الروبوت في عام 2016 هو روبوت روسي على هيئة إنسان يمكنه صناعة كل شيء، وسيتم إطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2020.
اختتم هذا العام بطرح جديد لعشاق السيلفي والتصوير، حيث تم طرح اختراع جديد عبارة عن طائرة صغيرة للغاية تقدم للمستخدمين تجربة مثيرة وغير تقليدية لالتقاط صور السيلفي من الجو بسهولة وكفاءة، حيث تتضمن الطائرة كاميرا مدمجة بدقة 5 ميجا بكسل.